نعم، أيتها المرأة الصابر على ظلم زوجها من أجل أولادها، بشرى لك. اسمعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل: من أحق الناس بالصحبة في هذه الدنيا كلها؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ كررها مرة ثانية: قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك للمرة الثالثة: ثم بعد ذلك أبوك. يكفي فخرا أن أحق الناس بالصحبة في هذه الدنيا كلها هي الأم، تسبق 3 مرات، ثم الأب، ثم من يأتي بعده من الأقارب. سبحان الله. وانظروا أيضا إلى قصة أمنا عائشة رضي الله عنها التي ابتليت بأعظم ابتلاء، وهو حديث الإفك. حديث الإفك، زوجة أعظم إنسان على وجه الأرض وأجمل خلق الله وأفضلهم وخليل الله محمد صلى الله عليه وسلم، الزوجة التي يحبها رسول الله ويفضلها في قلبه، لأن القلب ليس بيده، عن كل زوجاته، تبتلى هذا الابتلاء العظيم. أنها، اسمعوا إلى هذه القصة، أنها تذهب مع رسول الله في غزوة، فتذهب لقضاء حاجتها، فتذهب القافلة وتتخلف هي من وراء القافلة، ويجدها صحابي كان يعرفها، يجدها فيقول: سبحان الله، زوجة رسول الله. لم يتحدث إليها، لم يكلمها، بل أمر دابته كي تجلس وتحمل زوجة رسول الله، ودخل بها إلى المدينة. فإذا المنافقون يتحدثون بالسوء عن زوجة رسول الله، عن أطهر خلق الله، ويقولون: لقد زنت مع هذا الصحابي، ونعوذ بالله من ذلك. ويبقى الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر من حيرته، لأنه يعرف تماما أن هذه المرأة لن تقوم بهذا، وأنها عفيفة طاهرة، ولكن لأنه نبي ويجب أن يأتي الوحي من عند الله، كي لا يقولون أنه غير عادل وأنه أفتى بلسانه، يقول لها: يا عائشة، استغفري ربك إن كنت فعلت كذا وكذا، وإن كنت لم تفعلي فسيبرئك الله. وهنا عائشة تصطدم، كيف يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ قالها صلى الله عليه وسلم دفاعا عن السنة، ولإثبات أنه نبي، فإن لم يكن نبي كان قد أفتى من نفسه ولم ينتظر الوحي، ولكن انتظر الوحي حتى برأها الله عز وجل من 7 سماوات. ويأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه فرحا مسرورا إلى عائشة بعدما سمعت حدث الإفك، وراحت تسكن عند أبيها لأنها غضبت مما قال النبي. يأتي يقول لها: أبشري أبشري يا عائشة، لقد برأك الله من 7 سماوات. بالآية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم بل هو خير، فيبرئها الله. ثم يقول لها أبو بكر الصديق رضي الله عن أبوها: اشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تبقى الكلمة الخالدة، فتقول له: لا والله، لن أشكر إلا الله الذي برأني. سبحان الله. قالت: لا والله، لن أشكر إلا الله الذي برأني. أيضا أنت أيتها المرأة الصابرة، صابرة على ظلم زوجها، على أذاه، على إهانته، لأنك لا تريدين هؤلاء الأطفال أن يكونوا بلا والد وبلا حنان للوالد وبلا عيش في دفء الأسرة الجميلة إلى غير ذلك. اسمعي يا أختي الحبيبة، مهما عمل لك هذا الرجل، فأنت تكوني
أم للرجل، وتكوني بنت للرجل، وتكوني أخت للرجل وزوجة للرجل. هذا الرجل الذي أمامك لا يمكن أن يأتي من فراغ، وإنما أتى من مرأة حملته 9 شهور في بطنها. يكفي شرفاً للمرأة أنها هي التي تحمل الأولاد والبنات في بطنها 9 أشهر وهناً على وهن. لذلك كرمها الله عز وجل بطاعتها وباحترامها، وجعل الجنة تحت قدميها. فيا أيها الرجل، اتق الله في ظلمك لزوجتك، اتق الله، لأنك جئت من امرأة، فأمك امرأة، وأمك أحق بأن تطيعها. وإذا كنت من لهم رضات الوالدين ورضات الأم، فأكيد أنك ستكون صالح لهذه المرأة الزوجة، وستحسن إليها. أيتها المرأة التي تفضل الحلال عن الحرام، وتفضل أن تعيش مهضومة الحقوق لكي يعيش أبناؤها في سعادة وهناء، وفي دفء الأسرة وبين الأب والأم، طوبى لك وبشرى لك. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو يموت على فراشه أوصى بالنساء خيرا، أوصى كل الصحابة، وفي خطبة الوداع أوصى بالنساء خيرا، لأنه يعرف أنك أنت أيتها المرأة هي هرم هذه الدولة، وهرم هذه الأسرة، وهرم هذه الأمة. لا حياة ولا سعادة بدون امرأة. فالمرأة هي كل شيء في حياة البنت والولد. فطوبى لك أيتها المرأة الصابرة التي فضلت أن تصبري على أذى زوجك، وتصبري على الظلم من أجل أن يعيش أولادك فرحين سعيدين، تضحين بهنائك من أجل هنائهم، وبسعادتك من أجل سعادتهم، وبراحتك من أجل راحتهم. فطوبى لك أيتها المرأة الخالدة الصابرة، واعلمي أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجرا، فمهما على زوجك وتجبر عليك أو ظلمك، فإن الله يرى ويعلم وسيجازيك على صبرك. وكل النصيحة التي أنصح بها كل مسلمة عاقلة تريد أن تحافظ على بيتها، خاصة في هذا الزمان التي كثر فيه الطلاق، وكثر فيه الخصام، وكثرت فيه التفرقة بأسباب ليس لها أي معنى، بأسباب بسيطة ليس كما كان من قبل. كانت أمهاتنا تصبر وتحترم الرجل، والرجل يحترمها ويصبر، وكانت النية صادقة، نية الزواج صادقة، فيبارك الله فيها. أقول لك أختي، نصيحتي لك أن تصبري، وأن تقابلي السوء بالمعروف، وأن تقابل اللامبالاة بالإحسان وبالخير. وسر السعادة والنجاح هو أن تسأل الله عز وجل، اسأل الله في صلاتك وفي قيامك في الليل وفي الثلث الأخير بأسمائه الحسنى أن يصلح أسرتك ويصلح أولادك، وأن يرد بزوجك. وذكريه دائماً بقولك له: اتق الله فيا، اتق الله فيا، فمن يخاف الله ويتقيه لا يؤذي امرأة ولا يمسها، بل يعترف لك بخيرك، ويعترف لك بأنك أنت التي تحمل هذه الأسرة على أكتافك، وأنت التي تنظميها، وأنت التي تجلبين السعادة إلى هذه الأسرة. فالبيت من غير امرأة
ظلام في ظلام، مهما كان عند هذا الرجل من مال ومهما كان عنده من جاه، فالمرأة هي التي تخلق السعادة والبهجة في الأسرة. فطوبى لك أيتها المرأة إن صبرت ولم تسمعي للناس في هذا الزمان الذين سرعان ما يقول لك خلاص تطلقي، أنت يجب أن تسألي حقوقك، وأنت كذا وأنت كذا، من أجل أولادك وفي سبيل الله افعليها. حافظي على لمة أولادك وادعي الله، فإن كثرة خيرك وإحسانك لزوجك ربما يرده إلى الصواب ويعود إلى الخير ويجتمع الشمل. فكري أختي الكريمة بمستقبل أولادك حينما يكبرون، لأن كثير من الأسر بسبب الطلاق كثير قد أصيب الأولاد فيها بالعقد النفسية وبالتشرد وبلا مبالاة وبحب الذات وليس حب الخير للأم والأب والأسرة إلى غير ذلك من السلبيات التي تترتب عن الفراق. فاحذري يا أختي، إذا رزقك الله أولادا مع هذا الرجل فمن الأفضل أن تصبري وأن تطلبي الهداية لزوجك، وأن تحاولي قدر المستطاع أن يعيش أولادك في سعادة وهناء. أسأل الله عز وجل يا أختي لك سعادة الدارين الدنيا والآخرة، وتذكري أن التي تطيع زوجها وتصوم فرضها وتحافظ على صلاتها تدخل الجنة من أي باب تشاء. اللهم ارزقك وإيانا الجنة، اللهم آمين. قدم إليكم هذا الفيديو من طرف قناة مفتاح الجنة. اللهم ارزقنا جنة الفردوس الأعلى بفضلك يا ربي وليس بعملنا، اللهم آمين. اللهم اجعل هذه القناة منبار خير وفتح على المسلمين جميعا، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رضاك يا رب خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك، فدا أقصى أمانيها.